قتل عنصر على الأقل من فصيل عراقي منضوا في الحشد الشعبي إثر ضربات جوية استهدفت فجر الثلاثاء 3 مواقع في وسط العراق على ما أفادته مصادر أمنية عراقية. هذا وأعلنت الولايات المتحدة قصفها 3 مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران. أذا ودانت الحكومة العراقية الاعتداء الأمريكي على مواقع عسكرية عراقية مبرزة أنها تتعامل بحزم عبر قواتها الأمنية بكل مؤسساتها الدستورية وسلطاتها القانونية إزاء قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة. الآن ينضم إلينا من بغداد مراسلنا مصطفى سلمان لمزيد من التفاصيل. مصطفى، بداية لو أطلعتنا إذا ما كان هناك أي رد فعل من قبل الفصائل العراقية على الهجمة الأمريكية الأخيرة أو الرد الأمريكي الأخير. يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد رد فعلي عملي على الأرض سواء باستهداف أي قاعدة جديدة من قبل ما يعرف بالفصائل العراقية المسلحة باستثناء التهديد والوعيد الذي صدر خلال تشييع أحد القتلى الذين سقطوا خلال القصف الأمريكي يوم أمس الذي طال عدة مقرات تابعة للحشد الشعبي في محافظة بابل جنوبي بغداد وهي أقرب محافظة إلى بغداد من الجهة الجنوبية. عدد من قادة الإطار التنسيقي نددوا بالحادث وقالوا أن على أمريكا أن تلتزم، على الولايات المتحدة أن تلتزم سيادة البلاد وأن العراق لن يسمح بتكرار هذه الهجمات، وهو لا يختلف كثيرا عن بيان الحكومة العراقية الذي صدر وأدان العملية الأمريكية التي قصف فيها أكثر من 12 شخص أصيب وقتل أحدهم باستهداف مقرات تابعة للحشد الشعبي. وأيضا الحكومة العراقية قالت أن هذا يقوض من العلاقات الأمريكية العراقية وأن لا مبرر في استخدام القوة في مواجهة أي استهداف للقواعد العسكرية الأمريكية، خصوصا أن العراق كان في وقت سابق قد أعلن عن تصديه لأي عملية تستهدف القوات الأمريكية. طيب مصطفى، نود أن نفهم معك الفكرة أكثر. السفارة الأمريكية أو المعسكرات الأمريكية. الفصائل العراقية اليوم استهدفت مطار أربيل الذي يقع شمال العراق. لماذا أتى الرد الأمريكي على جنوب بغداد في جرف الصخر تحديدا، وما الذي ستؤول إليه الأمور؟ يعني الولايات المتحدة تعتقد أن جرف الصخر تحديدا هي المعقل الرئيسي للفصائل العراقية المسلحة في العراق، وفيها يتم صنع هذه الطائرات التي تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية، ومنها يتم التخطيط لتنفيذ معظم الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، سواء في غرب العراق في قاعدة عين الأسد وفي شمال العراق في قاعدة حرير الجوية والتي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي. يعني هناك اعتقاد سائد لدى الولايات المتحدة أن هذه المنطقة هي من تشكل خطر على الولايات المتحدة وأن الوصول إليها صعب، لذا هي تلجأ بالعادة إلى استهداف هذه المناطق بالضربات الجوية المكثفة. هذه الضربات تأتي بعد ساعات قليلة من استهداف قائد عسكري في الولايات المتحدة الأمريكية. ربما قبل قليل أيضا صدر بيان من الفصائل العراقية المسلحة قال فيه أن قاعدة الشدادي في سوريا تحت النيران على حد قولهم، وأن هذا يشير بشكل وبآخر أو بآخر إلى يعني أن هناك يعني صدام مرتقب ما بين الفصائل العراقية المسلحة والولايات المتحدة، وهناك خشية في العراق من أن تتحول الساحة العراقية إلى معسكر للتناحر ما بين الفصائل العراقية وما بين الولايات المتحدة، وهذا ما يحرج حكومة السودان التي تعمل على تهدئة الأوضاع في العراق خصوصا خلال هذه الفترة. شكرا لك مصطفى على كافة هذه المعطيات، كنت معنا من بغداد.